لكل المشاهدين يلي انضموا لنا عبر شاشه سات أكاديمية اكاديمي ليتابعوا حلقه جديده من برنامج فولو اب. موضوعنا اليوم الرياضيات. بدون شك هي الماده الاصعب بالنسبه للتلاميذ. شو هن الصعوبات؟ وكيف فينا نعالجهم؟ وكيف فينا نلاقي حلول؟ خليكم معنا ضمن هالحلقه لنتعرف اكثر مع السيده رايا حداد مقومه نطق ومتخصصه في عصر الحساب وايضا الاستاذ روني غريوس منسق الرياضيات في المدرسه اللبنانيه الالمانيه، كونوا معنا. عسر الحساب ما عندي فكره شو هو، اول مره بسمعها الجمله. المشكله ان هو بيبقى مثلا شخص من هو صغير في المدرسه وفي في الحضانه مش اتأسس ان هو يبقى عنده الفكر ان هو مثلا واحد زائد واحد اثنين فهو بيبقى مستصعبها شويه ان محدش علمه إن يضرب رقم في رقم او يجمع رقم في رقم. هيدا ابشع عصر بالنسبه لإلي لانه في كثير ناس ما بتحب الحساب بيعمل وجعة راس وما بيركز الولد لانه بيضيق خلقه من الحساب بدك تضلك كل النهار تقولي دراسة دراسة امي ما صعب ما بيقدر يلحق دي انت لما بتيجي تقري الارقام عينيكي ما, ما بتجيبش النمبر صح يعني الارقام نفسها بتبقى متلخبطه قدام عينيكي دي دي مشكله عضويه لا ما في ما فيها هي عدم القدره على تجميع الارقام ببعضها البعض سواء ماينس بلس تكتشف فيها مع الـ مع الـ في دراسيا لما مثلا المدرسين في الفصل يجي يشتكوا البنت مش بتجمع البنت مختلفه عن الفصل كله الفصل كله تمام بنحل ونطبق بس البنت لوحدها عندها مشكله هو اكيد المدرس او المدرسه بتاعتها بينبهوكي وانت اصلا قبلهم برضو بتبقي حاسه ان في مشكله يعني. بس تحكي ويستوعب يرد عليك المشكله لو ظهرت عند الطفل في بدايه دخوله المدرسه دي بتبقى مشكلة انه ما بيعرفش يادي العملية الحسابية بطريقة سليمة يعني انا بروح بسأل بالمدرسة أكيد في ناس متخصصة في كده وفي ناس بتبقى فاهمة وعارفة كده احنا نقدر نستعين بيهم وفي كمان أماكن بتخصص حاجات زي كده إن بتبقى حاجات أونلاين أو حاجات مجانا أو حاجات ناس حابة إنها تساعد انها تاسس الناس دي وتساعدهم ان هم يبقى عندهم قدره وفكر وكمان بخلاف ان في حاجات بتبقى نازله على مواقع كتير ان ممكن الواحد ينشط الذاكره من خلال الحساب زي برامج زي العاب زي حاجات كده فكل ده بي بيساعد على ان احنا ممكن نبتدي نتعلم كاننا من الاول في حضانه. مفيش معايا معين فيك تروح لعنده كرمال يعالج لك هذه المشكله لو العلاج مشكله في ادراك الطفل نفسه الاب والام يعني زي ما قلت لك بيتوجهوا يعملوا تيست اي كيو لو في مشكله بيبتدي بقى اعتقد ليها سنترز كتير اللي هي تاخر الادراك لو المشكله نفسيا بقى او حاجات تبع البيت الاب والام بيشوفوا بقى بيتعاملوا مع الطفل ازاي بيودوه لدكتور نفسي اللي هي في تاخر كمان في في الكلام في تاخر في حاجات كتير قوي بيبقى سببها نفسي اكتر فالاب والام بيعرفوا سبب المشكله ويبتدي يعالجوا يعني ولحاله بده يحلها بس يستوعب شوي معه مع الوقت بيحلها تدخلوا مراكز للتنمية للتنمية تعلموا مهارات معينة تخليه يطور من نفسه لكن ما تسيبوش وتقول مع الوقت هو هيتطور يعني لا ما ينفعش أهلا وسهلا فيكم موضوعنا اليوم عصر الحساب شفنا العالم شو بيعرفوا عن عصر الحساب يمكن في عالم بيقدروا بيحددوا المشكله بس في عالم ابدا مش سامعين فيه خلينا لنفوت بالموضوع نبلش نعرف عن المشكله بس قبل ما ابدا مع راي المتخصصه خلينا نشوف مع الشخص اللي عم بيكون موجود على الارض مع التلاميذ اهلا وسهلا فيك استاذ روني اهلا فيك فيك تحكينا شوي عن المشاكل يلي ممكن تكون عنا بعسر الحساب اما المشاكل اللي ممكن يواجهها الولد خلال درس الرياضيات. خلال مشوار التلميذ الدراسي يلي الرياضيات بترافق فيها كل كل بكل المراحل بكل الصفوف وهي ماده ما فينا نتجنبها ما فينا نتجنبها لانه بتساعد بمواد ثانيه عم نلاحظ انه المشاكل بتزيد كل ما منعلى بالمستوى وكل ما المعلومات بتكتر وكل ما المتطلبات بتزيد من التلميذ أه بنحس انه المشاكل عم تكبر مع التلميذ يمكن لانه بالماده في تدرج الماده فيها اكيد تدرج الماده فيها كثير تفرعات مثل نعم. يعني فيها عده يعني الولد لازم يكتسب عده مهارات بنفس الماده هلا حضرتك حكيت عن عصر الحساب بس كمان في مشاكل تانية نعم. وخصوصا بال بالجيومتري كمان نلاقيها اكثر لانه نضوج مطلوب كمان التلميذ يكون ناضج كفايه مشان يقدر يستوعب ويقدر يشتغل رياضيات وفروع الرياضيات بشكل م. هو مرتاح هلا بالنسبه للمشاكل اكيد موجوده اكيد هلا مع الاساتذه نحن بنجرب قد ما فينا نكون نتقرب من التلميذ <applause> نخترع طرق انه نقرب الماده نقرب الماده، الماده فيها كتير امور قريبه من الحياه نعم وهون بس كمان فيها امور بس فيها كتير أمور بعيدة, بعيده عن الحياه عن العمليه، هذا اللي بدي اقوله، نعم. هون منلاقي صعوبه وهون كمان التلميذ بتسأل وبيسالنا على طول انه انا ليه عم بتعلم هالجزء من الماده نعم. يلي ما راح استعمله بحياتي او يلي ما راح اتحدث فيه او يلي ما نعم. حدا راح يسالني عنه بكره بشغلي او بحياتي يعني كمان هذا مشكل كمان كتير كبير هذا مشكل كتير كبير بس بيصير التلميذ وقت يتقدم بالصفوف يعرف أنه عم بتعلم رياضيات لأستعمله بغير مواد كمان نعم. ومنصير نكتشف أنه هالولد عم بيتقدم أو عم بيتحسن المنطق عنده بمواد تتطلب منطق لأنه المنطق نعم. مطلوب بكل المواد وطريقة طرق بال... طريقة التفكير طريقة يمكن. التفكير مطلوبة بحيال ما مادة نعم. بالمدرسة بغض النظر اذا هي ماده علميه ولا لا لان المواد الادبيه كمان بتتطلب منطق نعم. وهذا المنطق هي الرياضيات اللي بتعطيه للتلميذ بطريقه غير مباشره يمكن وخلال شغلنا بالمدرسه بنعرف نعم. انه اللي شاطر بالرياضيات عم بيكون شاطر بكل بقيه المواد عم ما عم بيكون عنده مشكل صح والدليل انه نحن بنكتشف انه باخر المرحله الدراسيه التلاميذ يلي هن بالفرع العلمي نعم. عم بيكونوا علاماتهم ونتائجهم بالمواد الادبيه احسن من التلاميذ يلي هن بفرع ادبي نعم. يعني عم نلاقي انه المنطق عم بيساعدهم والاستراتيجيه بالشغل نعم. عم بتساعدهم كثير هذا كله بيكتسبوه من الرياضيات اكيد في معلومات كثير كثير بالرياضيات عم تتاخد بعدين حسب المنهج المتبع بالمدرسه كمان نعم. و يعني المدرسه كيف عم بتوصل المنهج في كثير معلومات التلميذ ما عم بيستعملها او ما عم بيعيزها يمكن يعوزها بدراساته الجامعيه كمان نعم. حسب التخصص الجامعي اللي عنده اللي رح يروح عليه استاذه رايا آه، نحن حابين نستفيد اليوم من خلال تخصصك آه، نعرف انه كثير في عنا مقومين نطق بس قليل نعم. يلي هن متخصصين في عصر الحساب. بتخبرينا شوي اكثر عن دوركم انتم مع آه التلاميذ او مع الاطفال يلي بيجوا لعندكم. اكيد عادة العيلة وقت بتلتجئ لمعالجة نطق مختصة بعصر الحساب بيكون الطلب انه بيكونوا جايين على اساس الولد ضعيف بالرياضيات. نعم يعني. نحن علينا اول شيء نعمل تقييم لحتى نحدد اذا هالولد عنده ضعف او عنده اضطراب تروب. نعم التقييم بنعمله من خلال من خلال بيلان تيست معين والولد عنده بالاخر نتيجه هالنتيجه من ارينا لاولاد عندهم تطور طبيعي بالرياضيات بنشوف علامه الولد اللي اجى لعنا مع علامه الاولاد اللي من عمره وبنشوف اذا هو كتير بعيد عن المعدل معدل عمره معناتها في اضطراب اذا هو ضعيف قريب بس ضعيف بيكون في ضعف بالرياضيات دونك هون احنا دورنا مختص اذا في ضعف عاده مش نحن بنعالج الولد بنشوف شو فينا نعمل تنساعده مثلا ممكن نلتجئ لاستاذ بالبيت ممكن هالضعف يكون ضعف بالرياضيات بغير اشياء كمان دونك نعم. هون بنلتجئ لغير اشخاص ممكن يساعدوا الولد اذا في اضطراب ساعتها هون نحن بنبلش نشتغل مع الولد استاذ روني كانت عم تحكي انه اذا في ضعف بدنا نلتجه لاستاذ دروس خصوصيه بنعرف انه كثير من الاهل بيلتجوا للدروس الخصوصيه بس كيف بدها تنشغل لتكون مناسبه لانه بنلاحظ انه في اولاد بياخذوا كميه هائله من الدروس الخصوصيه وبيتابعوا بيضل في عندهم ضعف يعني ما صح. بنقدر نتخطى ما بضل عنده على طول متابعه وفي عندنا هالمشكله باقيه ثابته للاسف انه الدروس الخصوصيه هي كمان مشكله بحد ذاتها بتخصص لها يمكن حلقه خاصه نعم. آه لانه لازم تكون الدروس الخصوصيه عن جد موجهه لاصابه الهدف نعم و وحسب المستوى الصف يلي فيه التلميذ كمان يعني آه استاذ الرياضيات يلي بده يساعد هذا التلميذ يلي عنده صعوبه بده يعرف شو على اي مهارات بده يشتغل عنده بده يعرف كيف بده يساعده لا يوصل بده يعلمه يشتغل بال بمنطق معين و يتبع خطوات معينه هل, هل لازم تنخلق عند التلميذ اكيد بالمثابره بالشغل معه نعم. هذا هو التلميذ اللي عنده عصر حساب يكون موجود عنده هال المنطق بالتفكير نعم. هذا الاستاذ اكيد بده يساعده عليه بس انا برجع بقول انه حسب الصف اللي فيه التلميذ يعني الصفوف الصغيره بتخيل بدها حدا متخصص اكثر مع الاولاد الصغار كيف يقرب لهم الامور من الحياه العمليه كيف يساعدهم من خلال لعبه يمكن من خلال مش ضروري من خلال تمارين رياضيات بحث رياضيات م. هذا هو هلا المطلوب أكتر هلا دروس الخصوصيه اليوم عم بتكون يعني للاسف تجاريه كمان وعم وعم بتعود الولد على عدم على الاتكال. الاتكال عدم الاستيعاب بالصف بس لو في ضعف ولو في مشكل المتخصصين شافوه عند التلميذ في حد ادنى من المعلومات لازم التلميذ يكتسبهم بالصف اللي هن الاشياء الاساسيه بس كمان في مشكل بالمدارس موجود بلبنان وموجود بكل البرامج هو انه الاساتذه متطلبين اكثر من اللزوم التلميذ نعم والبرامج متطلبه اكثر من مستوى الفكره للتلميذ عم بيوصلوا عم بيوصلوا قدام قدام مشاكل نعم. او اشكاليات ما قادرين يطلعوا منها مش حسب لأنه لحسب حسب عمرهم حسب النضج تبع صح مش لانه عندهم ضعف لانه, عن... لأنه نضجهم ما بيساعدهم بعد آه. عمرهم ما بيساعدهم المراحل اللي قطعوا فيها بعد ما بتساعدهم وصار هدف بعض الاساتذه وبعض البرامج هي منا تقييم التلميذ او مساعدته نعم. على هي أكتر على حل مشكله مزبوط او حل له صعوبات وجرب تخطيهم صح هودي صعوبات بتخيل انه تحديات فينا, فينا نقول ايه بس عم بينحط تلميذ قدام تحديات وقدام تعجيزات نعم عم بتوصلوا ايام كمان للياس وبنسمع كثير انه بكره الرياضيات إيه. او او ناس كبار انا ما انه راسمات لك انا ما انه راسمات او انه احكيني كل شيء الا او انا م. كل عمري مسفر نعم يعني كلمه ما شوف بسف نقطة. مزبوط. كلمه بسفر بالرياضيات مش مفروض تكون موجوده نعم. مش مفروض تلميذ يجيب بسفر بالرياضيات ماده اكثر ماده متعلقه بحياتنا من دون ما نحس نعم. اكيد من دون الحس نحس استاذه رايا كيف بتساعدوا التلاميذ؟ يعني التلميذ يلي بيجي لعندي بيقولوا لك اهله بدنا عملتي له لنقول التقييم مهو. ولقيت انه عنده عصر بالحساب، شو نوع المساعده اللي بتقدمي له اياها؟ هل هي مساعده بتكون مثل الدرس بالمدرسه اما آه تمارين اما آه قصص مختلفه تماما بتساعده يفهم المعلومات اللي بتتاخذ بالمدرسه ومهارات المدرسه اوكي هلا قبل أه. ما نحكي عن التمارين كثير مهم حدد هذا الشيء مش كثير معروف انه عصر الحساب منه واحد يعني عندنا ثلاث انواع من عصر الحساب وحسب شو بنلاقي بالتقييم كل نوع عصر حساب بنلاقيه عنده علاج خاص له وهذا كثير مهم لانه مرات ما فينا نشتغل بس على فكره انه الولد ضعيف بالرياضيات بدنا نعم. نحدد مثل ما قلنا قبل نحدد صعوباته يعني في عندنا انواع بعصر في عندنا انواع نعم في نوع عصر الحساب يلي اكثر شيء بيعرفوا فيه الناس والاهل والمدارس هو العصر الحساب يلي الاساس تبعه اضطراب بالتحليل نعم اوكي عندنا يعني اضطراب بالتحليل بيؤدي على التحليل هو الاساس بيؤدي انه هالولد عم يتعلم رياضيات بس مش بشكل كامل لانه عنده ضعف بالاساس بس في نوع عصر حساب مختلف بيكون التحليل فيه طبيعي 100%، بيكون اساس المشكل ضعف بالذاكره وتحديدا ذاكره زك... الارقام، يعني هالولد ما بيحفظ الارقام ما في سمعهم وقت بده يقرا ارقام بينسى اسامي هالارقام، هالذاكره الضعيفه بتادي بصفوف صغار انه ما يتعلم الاساسات اللي بيعلموها بصف الصف الاول والصف الثاني، بقى بيكون ضعيف النتيجه انه ضعيف، بس السبب منه ضعف بال بالادراك او بالتحليل هو نعم. ضعف مرتكز على ضعف بالذاكره. في نوع ثالث من عصر الحساب هو عصر الحساب يلي اساسه مشاكل بال... بالتحليل البصري المكاني نعم ديفيكولتي فيزيو سباسيال هون النتيجه تبع هال... هالضعف هو ولد ما بيقدر يكتب الارقام تحت بعض وقت يقرا الارقام بشقلب الارقام بين بعض يعني هون لأك... الاهل اذا بيشوفوا هيك تصرف اما هيك ببين هيك ظهر عند اولادهم لازم دغري يستشيروا اخصائيه المفروض يستشيروا اخصائيه وقت هال بعد اي بتطول عمر بتطول بتطول هذا اللي بدي اقوله مش انه مره ما عرف كتبون دغري من لا. روحها من, من دق الألام من ونمشي من دق زمور الخطر مت صح مثل حيال الشعب يتعلموا الولد اول شيء بده يغلط نعم. حتى وقت بيتعلم القراءه والكتابه بغلط بالاحرف بيقلبون بس كثير بسرعه هالاغلاط بتزول بصير بعدين بيرجلج منه لحاله وقت هالاغلاط بتطول بالوقت بتضل على ست اشهر او ثمان اشهر لا ضروري ساعتها يجوا لعنا تنعالج هلا كيف بنعالج ما قلت لك حسب شو نوع نعم. حسب النوع حسب, حسب النوع كل من واحد قدم العلاج رح بنكون مع اساليب العلاج وطرق العلاج بالقسم الثاني من حلقتنا خلينا ناخذ فاصل ومنرجع وسهلا فيكم بالاسم الثاني من حلقتنا استاذ روني سمعت يمكن قبل الفاصل شو حكيت رايا عن نعم. انواع عصر الحساب هل كاساتذه بتصادفوا هيك مشاكل ضمن الصف خلال الدرس نعم اكيد مشاكل موجوده وعم بتضوا عليها اكثر واليوم المدارس صارت اوعى والاساتذه صاروا اوعى والاهل عم بيتقبلوا اكثر انه يتوجهوا عند اختصاصيين لانه مثل ما بنعرف انه مش كثير سهل تقنع الاهل يتابعوا اولادهم عند اختصاصيين، نحن نعم. اكيد بنكون على تواصل مع الاختصاصيين، ناخذ البيلان يلي بينعمل، ومنتبع ارشادات الاختصاصيين، يعني الاستاذ بالصف بيتابع الولد حتى التلميذ حسب ما الاختصاصيه بتوجه. نعم. اكيد ومنكون من وقت لتاني في لقاءات مع الاختصاصيه ل... لنشوف كيف بدنا نساعد هالتلميذ. يعني بالنهايه الهدف بيضل مساعده التلميذ طبعا آه قبل ما نتابع حديثنا خلينا نشوف تقرير آه بيوضح لنا كمان اكثر عن هالصعوبه اللي بيواجهوها كثير من التلاميذ الديسكالكولية هي صعوبه تعلميه محدده آه مثل كل الصعوبات التعلميه بيكون الطالب قدراته ذكي طبيعي وحتى مرات فوق الطبيعة بس عنده صعوبة محددة بعملية الحساب يعني هو تفكيره اللوجيكو ماتيماتيك يعني تفكيره الكمي طبيعي يعني بيفهم فكرة انه الاشياء بتزيد اذا زدنا عليها بتنقص عنده منطق بتفكيره بس لما نجي لنترجم بروبلام لارقام او نتعامل مع الوقت او نتعامل بالمصاري او يحذر اذا هيدي بلوس ولا موان ولا نحط ديفيزيون ولا اشياء من هالنوع بيضيع فيهم لنقول كان في بروبليم بيتطلب انه في قميص حقه لنقول 100 دولار وعليه 50% تخفيض يمكن يحسبهم بشكل ويطلع وينزل ويطلع الجواب معه 1000 دولار ما بيعرف شو الصح وشو الغلط يعني بيضيع فيهم هو بيعرف بتقديره انه في شيء غلط بس ما عارف كيف وصل لهيك نتيجه طبعا التعامل مع المصاري بيحرجوا لانه ما بيعرف يحسب مزبوط يقدر يميز مرات الرموز الحسابيه البلوس والما والفوا والى اخره كمان تحدي كبير له هذا بينعكس خاصه بالامور بالماده الرياضيات بالمدرسه بس النسبه عند الطلاب اللي عندهم صعوبه ديسكالكولي او صعوبه حساب اقل بكثير من النسبه اللي عندهم صعوبه لغويه يعني الصعوبات اللغوية بتوصل ل 80% من مشاكل الدراسيه، بينما الديسكالكيولي ما بتتعدى 20 ل 30% اذا قلنا من الحالات، ففي يعني فيك تقولي انه نوعا ما الديسكالكيولي هي حاله نادره الا اذا كانت واحدة من مؤشرات الديسلكسيه، يعني صعوبه القراءه لانه كمان اللي عندهم ديسلكسيه ممكن يشقلبوا الاشكال وحده من الاشياء الرموز اللي بيشقلبوها طبعا هي الارقام بالفرنساوي السته والتسعه او الاشياء من هالنوع اللي بتشبه بعض او العمليات الحسابيه كمان ممكن فبدنا نفرق بين ديسكالكولي وبين الديسلكسية يعني ما فينا نقول انه هن نفس المشكله بس في تقاطع بيناتهم بنقاط معينه يعني. هلا الاختصاصي اي حدا عنده خبره بيقدر يشتغل بهالمجال بس بشكل عام العلاج الديسكالكولي بيعتمد على المهارات التعويضيه يعني مثلا نعطي الولد كالكولاتريس اله حاسبه بالامتحان شوي نبسط له ما نكتر الارقام بالبروبلم نعطيه شويه هيك تلميحات مثلا فلاش او نقول له يبلش على اليمين مش على الشمال او نفصل له طريقة الشغل نقول له أول خطوة تعمل هيك تاني خطوة يعني يكون في نوع من الدليل هيك يلجأ له ممكن يجرب يجاوب شفهيا بحالات معينة ما يتكل على ذكرته إذا في مثلا أكيد جدول الضرب يلي هو بيعانوا فيه معظم التلاميذ أصلا هن بالتحديد ما بيقدروا يحفظوه أكيد فمنعطيهم جدول ضرب بالامتحان الأشياء الملموس الملموسة الملموسة ليقدروا يحسبوا ويقيسوا اذا عندهم مثلا نسبه الفراكسيون كتير شغله صعبه اذا 2 على ثلاثة زائد أربعة على ثلاثة قديش بصيروا فلا مستحيل فاذا بنعطيهم هيك مثل شكل بيتزا ويقطعوها بيقدروا عبر يفهموا هال... هالنسب هاي يعني كل هاي الوسائل بتساعدهم والعلاج بيكون مثل ما قلت اي حدا متخصص يعني ممكن اورتوفونيست، ممكن مقوم تربوي، ممكن اهل متخصصين اخدين دوره معينه بالمطالعه، بدور النشر عندهم يمكن دفاتر تمارين اكتر يعني كلها هاي بتوصل للاهداف المطلوبه. شفنا تقرير مع دكتور احمد عويني بيحدد فيه شوي الموضوع. تعليقك رايا. أنا بوافقه على الوسائل خصوصا يلي اقترحها أه بس مثل ما برجع بحدد بشدد كتير على انه الوسائل بدها تكون أه مختصه باضطرابات نعم. الولد اللي بنلاقيها يعني مثلا أه وقت الولد ما ما بكون عنده مشاكل مثلا بصريه مكانيه مش ضروري نحط له وسائل بتساعده يلاقي حاله على الورقه مش عايزة بيكون نعم. عايز غير اشياء سالتيني قبل كمان اذا كيف من اذا بالعلاج بنشتغل رياضيات او بنشتغل بغير اساليب بنفضل اكيد نشتغل بغير اساليب لانه هالولد اللي اجى لعنا هو اصلا هربان هربان <applause> من <تصفيق> الرياضيات وبقى بنشتغل على على الاوبجيكتيف جول اللي بدنا اياه بس من خلال غير وسائل الوسائل اللي اقترحها الدكتور اكثر وسائل مدرسيه تنساعدو نعم. بالمدرسه بالفحص نعم. هو الهدف بالنهايه انه نساعده بالمدرسه وهنا بدي اسالك استاذ روني هل وجود مساعده متخصصه مع المدرسه بتساعد التلميذ انه يتخطى الصعوبات بتساعده بالمتابعه نعم. طبعا اكيد بالمتابعه بدها تساعده بس اكيد بده يكون مثل ما أستاذة قالت بده يكون هادف يعني نعم. في عن جد يعني ما حبه الدواء اكيد ممكن نعس آه ساعتين تلاقي انه بنقول رحنا مرتين ثلاثه المفروض خلص لا. يمشي حاله نحن عملنا اللي علينا لا في بده يكون في متابعه وبده يكون في صبر كمان من قبل نعم. الاهل كمان الاهل وقتها بيكونوا بيكونوا ناطرين نتيجه من اولادهم وطبيعي يكونوا حايسين او زعلانين اذا ما في نتيجه نعم. بس نتيجه منى سريعه اكيد اكيد يعني النتيجة بتاخد وقت ليبين ايه قدرنا ساعدناه اما طيب هيدي المشكلة ممكن نتخطيها؟ يعني ممكن تختفي يبطل في عنا عسر حساب؟ حسب درجة عسر الحساب بالاساس أه وكثير مهم يعرفوا الاهل انه المتابعة طويلة حتى لو الصعوبات منا كتير صح. كبيرة بالاساس عادة حسب خبرتي بشتغل على القليلة ست اشهر للسنة بصعوبات نعم. منا كثير كبيرة وقت الصعوبات تكون كثير قوية عند الولد هالولد فيه يتبع كل حياته الدراسية يعني فيها بس ممكن يتخطى أنا هيدا اللي بدي أعرفه م. إنه ممكن نحن إذا علاجنا مع بمساعدة متخصصة نطق ومساعدة يمكن دروس خصوصية كمان ممكن يتخطى هالصعوبة ويصير منيح بالرياضيات ممكن بس كمان إذا ما عنده مشاكل بمواد تانية نعم. لأنه المشاكل فيها كمان بتلتقى يعني نعم. مشكلة بهالمادة مشكلة بهالمادة في أكيد بيلتقوا شي محل مم. يمكن كمان المشاكل تكون كثيره ونحنا ببرامج بدول بالمناهج نتبع من مناهج متطلبه نعم. مناهج كبيره يعني بتعب التلميذ يمكن يلاقي صعوبه يتخطى التلميذ او يطول ليتخطى المشكله انا يعني بعرف تلميذ يعني عنده بخلصوا مراحل مرحلتهم الدراسيه نعم. كلها وما تخطوا المشكله بس يمكن تقدموا شي محل. خليكي بعدين بالخلال دراستهم الجامعيه بغيروا ب. اكيد بيبعدوا يمكن أكيد. عن الرياضيات. بيبعدوا عن الرياضيات وبيبرعوا بمجالات ثانيه و... وما بنصدق انه هذا التلميذ نفسه نعم. عم يبرع بهذا المجال بدراسته الجامعيه. بس انا هون بدي اسالك بدي اجرب اعطي امل كمان. نعم. هل في تلاميذ بيكون عندهم صعوبه بيقدروا يتخطوها ويصيروا يفهموا ويشتغلوا منيح رياضيات اكيده بس انا بقول لازم المشكله تكتشف ع بكير نعم يعني ما فينا ننطر للصف السابع تنقول آه ونقول انه في مشكله هلا وعينا لان المشكله ما بتظهر فجأه المشكله بدها تكون مثل آه هي متدرجه مع متدرجه يعني بتبلش صغيره وبتصير تكبر نعم استاذه قالت بالصف الاول بالصف الثاني بدهم يبينوا مشاكل مشاكل اشكال الارقام، مشاكل العد، مشاكل الترتيب، نعم. مشاكل معرفة الكمية منزيد مننقص هو المشاكل اللي تبين عن صغر إذا ما تتابعت عن صغر أكيد في كتير صعوبة عن كبر طبعا وخاصة أنه وقت لما نشوف نحن الرياضيات يعني إذا مش فاهم يمكن أول يعني مش فاهم هيدا الدرس ما في ينتقل للدرس أكيد. يلي بيجي ما في ترابط بين الأفكار في ترابط وفي بنبني عشي يعني مثل حد عم بيعمر حيط ما في نوصل مجلوب. أنا ل وفي ذهنية كمان بمدرسنا بمجتمعنا نعم. لازم كمان تتغير أكيد لانه الاستاذ يعني عم بتابع التلميذ عم بحكي الاستاذ بالصف اللي يعني هو عم بيتابع اكثر من تلميذ عم بتابع 20 و30 تلميذ بده كمان يتقبل وجود تلميذ عنده صعوبات بالرياضيات نعم. او تلميذ ما ما بيحسب مثل غيره او منه سريع مثل غيره او ما بيحلل قد غيره يعني التحليل هو مشكله اساسيه والتحليل ما نعم. موجود بس بالرياضيات موجود بكل المواد خصوصا بالبرامج والمناهج الجديده يعني التحليل بيختلف عن الحساب مثل ما كان عم يقول جدول الضرب انه المفروض يكون حافظ التلميذ يعني ذهنية المجتمع والأساتذة كمان بدها تتغير ويتقبلوا هالتلميذ ويتقبلوا مساعدتهم و يعني بعد للأسف بعد في اليوم أساتذة رياضيات بيتحدوا التلميذ بالإشكاليات نعم. وبالأسئلة نعم. اللي بيعطوها وبتكسير يعني بتكسير الراس نعم مش هيدا المطلوب يعني مطلوب نوصل لمحل انه التلميذ يقدر يحل المشكله اشكاليه يوصل على نتيجه يفكر بطريقه نعم. منطقيه لانه اخر شيء هذا اللي هو عايزه بشكل عام الا اذا تخصص وتوجه لمجال بحث رياضيات او هندسه نعم. اكيد هون هو ما راح يكون عنده مشاكل ليفوت بهذا المجال رايا قد ايه انتم كمتخصصين يلي يعني بنسمي بنقول لوجيكومات بتعطوا لوجيكومات قد ايه بتقدروا تساعدوا التلاميذ يمكن عندهم مشاكل انه يتخطوا هالصعوبات يلي عندهم ويوصلوا انه يقدروا يتابعوا صفهم مثلهم مثل البقيه في هون عده عوامل بتلعب دورة درجة الصعوبة أساسية لتطو... لنعرف قديه الولد حيتطور لازم نعرف أنه إذا الصعوبات كتير قوية الولد ما بحياته بيتخطى كليا بيتحسن كتير بس بضل في فرق بين هل... بين قدراته وقدرات الاولاد من عمره او قدرات اللي كان المفروض تكون بصفه، بس نحن على... اللي بهمنا كاخصائيين انه يتحسن الولد لانه مم... ولا مره بنحط حالنا بنمط المدرسه مش هذا الهدف يعني الهدف منه انه الولد يرجع يسترجع كل القدرات اللي لازم يكون يعرفها بالصف الثالث لا نحنا بناخد الولد هو على هذا الليفل وبدنا نحسنه من محل ما هو كان هذا هدفنا الاولي الصعوبة انه نقنع الاهل بهالفكره لانه الاهل دائما الدليل لانه هي العلامه على ال... على الكرنيه اخر نعم. السنه انه هالعلامه هي اللي بتفرج اذا تحسن بقى بضلوا عم يشوفوا شوي نص الفاضي تبع نعم. الكبايه مش نص الفاضي بس بالنهايه نظامنا التربوي بيعتمد نعم. على العلامات مش هيك يعني بالنهايه لنقول صح. انه بينجح اما بيترفع صف اما لقى تلميذ عم نعتمد على العلامه قبل ما نتابع حديثنا كمان خلينا ناخذ فاصل وبنرجع الحساب هو اضطراب بيتركز على المهارات الحسابية والمهارات التحليلية اللي بتتعلق بحل المسائل بتتعلق بالمات بالحساب بالمات بالكالكول و وبيكون أكيد مركز على الحياة المدرسية تبع الولد وبيشكل له بعض التأخر المدرسة وخاصة التأخر بالحساب والمات عسر الحساب او الديسكالكولي تشخيصها كثير دقيق يعني في اختبارات معينه لازم تنطرح على الولد وبنفس الوقت مع مقابله مع العائله مع ناخذ كمان بعين الاعتبار الولد شو رايه شو استراتيجياته اللي بيستعملها وفي اختبارات معينه حسب العمر تنطرح على الولد لحتى نقدر نقيم ونقدر نقيم قدراته ونقدر نشخص نوضع التشخيص هلا هالاختبارات بتختلف حسب عمر الولد الاختبارات بتختلف حسب الدومين اللي نحن عم نعمل تقييم هل نحن بدومين التحليل او نحن بدومين الحساب والعمليات الحسابيه يعني الشقين بدهن تقييم بطريقه مختلفة وطبعا في عوامل تانية ممكن تكون عم بتأثر على العمليات الحسابية وعلى القدرات التحليلية عند الولد مثل الذاكرة كل هال هالامور هيدي بتنعمل لاختبارات اختبارات عند اختصاصي بتقويم النطق هلا اجمالا لحتى نقدر نحدد انه في عسر بالحساب لازم كمان هالولد يكون عنده ذكاء سليم وقدرات ذهنيه سليمه لهالسبب اجمالا بهالاضطرابات المدرسيه والصعوبات التعلميه، التقييم عند الاختصاصي المعالج النفسي البسيكولوج بيساعدنا لحتى نقدر نحدد القدرات الذهنيه عند الولد ونتاكد انه ما في تاخر معين هو يكون معقول يكون عم بياثر على المجال المدرسي. ومن ناحيه تانية ممكن كمان نكون بحاجه لاختصاصيين تانيين مثل الاختصاصي النفسي حركه لحتى نتاكد انه ما في مشاكل تانية بس طبعا التشخيص الاساسي بيرجع للاختصاص بتقويم النطق واللغه اللي هو عنده الاختبارات اللي لازمه اساليب العلاج فيها تبلش من امور كتير سهله وبسيطه عن طريق اللعب والمانيبيولاسيون يقدر الولد لحتى يفهم شو هو العدد يفهم شو هو الربط بين العدد والكميه، الربط بين الاعداد والعمليات الحسابيه، كلها يمكن تنطلق ببدء الامر عبر مانيبيولاسيون العاب صغيره ممكن يعملها الاختصاصي بتقويم النطق حسب برنامج معين بيطلع عليه الاهل طبعا وبيقول للاهل كيف هم بالبيت كمان فيهم يساعدوا الولد عن طريق خبرات يوميه يمكن حط الصفرة حسب عدد الأشخاص مثلا حط الشوك حسب عدد الصحون على الطاولة فإذا العلاج بيرتكز على هالاشياء من العاب لتمارين لمسائل معينه بيكون فيها تكاتف بين الاهل والولد والاختصاصي بتقويم النطق ومنحط المدرسه كمان بالجو لانه كمان هالولد يمكن ما في يحفظ التابل دو مولتيبليكاسيون والتابل بدو بدنا يمكن نخليهم قدامه نسمح له يستعمل كالكولاتريس ننتبه انه وقت بدو يوضع المسائل الحسابيه لارقام فوق بعضها نتاكد انه وضعها مزبوط مش زيح الديزان عن الـ عن اليونيتي ويخربط الحساب معه ولما منقدم له التسهيلات اللي لازمة من الكالكولاتريس من المسألة تبع البروبلام المات مثلا نجزئ ياها نساعده فيها بيقدروا هالشي يساعدهم أنه يتخطوا العقبات اللي ممكن يكونوا عم بيواجهوها بالمدرسة وبنفس الوقت ينظموا حالهم شوي أكثر بالبيت وبعدين بيرجع بيمشي الحال إذا نعطوا استراتيجيات اللي لازمة واستعملت استراتيجيات وكمان هالولاد رح يوصلوا بالنهايه رح يوصلوا على الجامعه رح يوصلوا بال... بال... للعمل لسوق العمل المهم انه يكون عندهم السكيلز اللي لازم يكون عندهم اياها المهارات خاصه على صعيد الثقه بالنفس على صعيد وعي على المشكل في حال عندهم اياه ليقدروا يلاقوا استراتيجيه دغري لحتى يحطوها ويشتغلوا حسبها وكمان قدره التواصل والتعبير عن اللي هن فكروا فيه وعن الطريقه اللي بدهم يحلوا هالمسائل فيها اللي لفت لي نظري اكثر شيء بهالتقرير هو التركيز على دور الاهل والاهل كيف ممكن يساعدوا ان كان رح نشوف دور الاهل ان كان مع مساعده المدرسه لانه هو مثلث ما رح فينا نطلع منه م. او مع العلاج اللي بيقدمه مقوي النطق خلينا نبلش من المدرسه نعم. دور الاهل استاذ روني دور الاهل اول شيء الاهل اكيد غير انه جبت لي النقطه نعم. <applause> ودرسنا درسنا امبارح ما تلاقي ما اشتغلت ولا سوء الحظ وقت بيوصل العلامات اول نقطه بيطلعوا عليها الاهل نعم هلا يمكن صار اقل من قبل شوي بس فيها الذهنيه كمان هي علامه رياضيات نعم وفي اهل بيقولوا ما بيهمني اطلع شيء الا علامه رياضيات فيها العقلية يعني الموجودة أه هلا خفت كثير اكيد بيعتبروها مادة غير مستواها اعلى مادة فيها ما بعرف برستيج يمكن اكثر من غيرها بس نحن يعني بتدل بي... عن قدرة ذكاء يمكن اكثر مزبوط. من مظبوط بس الأشخار. انا شخصيا بخبرتي أه لا صرت تلاقي كل المواد مهمة وفي مواد يمكن اهم وفي مواد بتعطي أه معلومات كمان مهمة كثير بالحياة بس ما بيمنع انه مادة الرياضيات هي مادة بتساعد للمنطق وبالتحليل اكيد بكل شيء بالحياه الاهل بيندعوا على المدرسه بينعرض المشكلة قدامهم وهلا صاروا الاهل اوعى صراحه وعم أو والموضوع عم ينطرح اليوم بالحلقه كمان موضوع جديد منه منه كثير متداول مم. ومثل ما دكتور عوينه قال انه شي نادر منه شيء كتير ها. متعارف عليه يمكن اكثر يعني. في ضعف بمادة الرياضيات من يعني انه في نحكي عسر حسين. نحكي بضعف اكثر مظبوط وقت الاهل بينشرح لهم حسب وعي الاهل واليوم صار الاهل اكيد اوعى عم بيتوجهوا عم بيكونوا متعاونين صراحه نعم. عم بيكونوا متعاونين مع المتخصصه ونحن عم نتابع مع الاهل مع المتخصصه ليكون في هالوعي اكيد مع الاستاذ يعني هالمثلث نعم. يلي لازم يتعاون سوا ل لمتابعة التلميذ لمصلحة التلميذ صح للأسف الولد. بحالات حالات نادرة الأهل ما بكونوا متعاونين أو ما بكونوا متقبلين المشكلة في رفض أنه أنا مش معقول ابني ابني زكي أنه آه بيصنفوا بي بي هال هالمشكل بمرض بي بي أو نعم. إنه ما بيتقبلوه بس لا اليوم صار الوعي أكثر من قبل موجود آه رايا كنا عم نحكي عن دور الأهل نعم. حضرتك كمتخصصة اكيد يمكن انت الولد يلي بده يجي لعندك لتساعدي عم يجي لعندك ساعه اما ساعتين بالجمعه وهيدا منه كافي آه كانت حكي مثل ما حكيت آه مدام إنت تعاتت انه قالت نحن بنطلب من الاهل يساعدونا آه شو مطلوب من الاهل او اذا في قصص ممكن الاهل يكونوا عم بيعملوها مع الأولاد عم بيساعدوهم بطريقه او باخرى انه يفهموا هل الطريقه وهالمنطق يلي لازم يفهموا اكيد دور الاهل اساسي وكمان بيختلف حسب نوع عصر الحساب اللي عنا اياه دوره هو بتثبيت اذا بدك استراتيجيات والمعلومات اللي نحن بهال 45 دقيقه بالجمعه او هالساعه نعم. ونص عم نعطيها للولد يلي مثل ما ذكرتي منا كافيه مثلا رح مثل اذا الولد عنده ضعف بالذاكره ونحن عم نشتغل على استراتيجيه معينه بالجلسه لحتى هالستراتيجيه تتعمم مع الولد ويستعملها مثل ذكرت مدام اديت ضروري تنعاد بالبيت نعم كونها ما رح تقدر تنعاد عنا بالجلسه لانه عم نشوف الولد مره او مرتين بالاسبوع آه اذا الولد عنده مشاكل بالتحليل دور الاهل انه يضلوا عم يسالوا هالولد عن امور ليش صار هيك آه شو رايك بهالامر يعني يضلوا عم بي بالحياه اليوميه بالاشياء المنزليه او اللي من عالم الولد يسالوه يجربوا يخلوه يربط الامور ببعضها يفهم انه هاي الاكشن اللي, بتجي من وراها لانه هالولد عنده مشكل اساسي انه يربط الامور ويحلل من خلالها اذا ولد مثلا نشتغل معه على على جدول الضرب جدول الضرب بده يحفظه يعني دونك هون كمان عايزين تعاون الاهل انه ينعاد هالجدول بالبيت كمان مره دور الاهل بيختلف حسب الجول اللي نحن عم نشتغله بالجلسه وحسب شو المشاكل اللي الولد بالاساس كمان شغله بدي الفت كمان نظر عليها انه كثير نشتغل بالجلسه انه نبعد الاهل قد ما فينا عن فكره العلامه وانه اذا بدهم يساعدوا فعليا الولد يكونوا عم بيعملوا اشياء كونكريت نعم. اشياء عملية. عمليه مع الولد لحتى يقدر بعدين للأهدف. يوصل إجزاك. يوصل للهدف إجزاك. 100% دور الاستاذ بحال كان في عنا عسر حساب، حضرتك نعم. كمنسق واكيد من خلال خبرتك نعم. كاستاذ رياضيات، آه كيف بتحس الاستاذ مفروض يتعاطى مع هيدا الولد؟ هل بيقدر يتاقلم انه يستوعب هيدا الولد الموجود عنده بالصف؟ هون آه سبق وحكيت عن الذهنيه وعن آه التاقلم مع هالنوعيه من التلاميذ، اكيد شيء منه سهل. ومنه متعارف عليه والاساتذه منه محضرين عليه نعم آه نحن بالمدرسه اذا عندنا وضع مثل مثل هيدا الاستاذ اكيد هو بينحط بالجو، الأساس بيتحضر وبيتوجه كمان آه كمان برجع بقول حسب الصف اللي الولد موجود فيه، بالصفوف الصغيره بنحكي آه عن ديفيرنسياسيون يعني هالتلميذ إلو طرق خاصه، اساليب خاصه انه نحن نساعده فيها آه متل ما نطرحه خلال الحلقه نعم. بصفوف الكبيرة اكيد في صعوبات اكثر للاستاذ انه يقدر يساعد التلميذ يعني ما بيقدر يشتغل بسيستم على أه 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 لا لا انه عم بيميع التمايز بعطي هيدا بعته يمكن تمرين عنده هالصعوبة لتلميذ أه أه لهيدا التلميذ اما بعطيه يمكن او بعطي اكزرسيس او تمرين زياده للقوايه هو بشله تمرين بشله أه سؤال أه بعض الاحيان عم بتصير مبلا يعني ب بفحوصات معدله نعم. او مخفضه هلا الفحوصات بتتعدل نعم بده يكون في عندنا تقارير من مقومه النطق لنقدر نعدل والا ما فينا نعدل بالفحوصات؟ لا اكيد لا بده يكون في عندنا تقرير من من اختصاصيه ونحن بنتبع ارشاداتها نعم. اكيد بتواصل اكيد معه ومع الاهل وبنمشي عليهم هلا كمان نحن نشوف لوين رايحين يعني شو الـ شو الاشيانس يلي الولد وصل لها يعني نحن بنعرف مثلا شو بده يقدم اي امتحان بده يقدم مثلاً نعم أي. مثلا بلبنان عندنا البروفي الشهاده المتوسطه اللي هي اجباريه بلبنان نعم. عم تاخذ بعين الاعتبار هالمشاكل ونحن كثير عن جد بنقدر جهود نعم. وزاره التربيه عم بيصير في عم امتحانات معدله صح عم تفيز في امتحانات معدله في اعفاءات كمان مرات في اعفاءات واذا حكينا من بعد الشهاده المتوسطه يعني اذا رحنا على البكالوريا هلا البكالوريا البنية بعد ما في خطوات بس نحن نتبع البكالوريا الفرنسية كمان اللي يعني فيها آه كمان تعديلات للتلاميذ اللي عندهم مشاكل مش بس بعصر الحساب نعم. يعني إن كان مشاكل بصرية أو مشاكل بالبطء أو بالقراءة نعم يعني عم بيكون في تعديل حسب مستوى التلميذ نعم هيدا الشيء هيدي نعم. نقطه كثير مهمه وممكن تساعدهم يعني صح هون صار كمان دور الاختصاصيين مثل مقاومين النطق صح. انه يرشدوا مزلوط. الدوله ليقدروا ياخذوا الاهل معهم نورا صح ودور الاستاذ انه كمان يتاقلم وي نعم. ويتقبل ويساعد ودور الاهل يساعدوا كمان بالبيت اكيد نعم. آه رايا نعم. قبل ما تخلص حلقتنا كلمه اخيره نصيحه فيك تقوليها للاهل يلي عم يحضرونا يلي عم يسمعونا النصيحه هي انه شيء بيشوفوا انه الولد مش عم يقدر يلحق المنهج اللي هو فيه دغري يلتجوا للمدرسه اولا اكيد ولا اخصائي ثانيا لحتى مثل ما تفضلنا وقلنا انه يلحقوا المشكل عبكير وكل ما بلشنا نشتغل بعمر صغير كل ما نقدر نعوض الفرق بين صعوبات يعني هالصعوبات تزول كليا وما نوصل على مشاكل تتكاثر بعدين وتصير معممه على غير ما تصير كمان بالمدرسه هذه النصيحه اللي اكثر شيء انا بحب اوصلها يعني كمان انا بشكر حضوركم معنا بشكركم على المعلومات القيمة على الطريقة يلي قدرتوا ساعدتوا فيها كثير من المشاهدين يلي عم بيحضرونا وعم بيتابعونا اليوم عالجنا خلال هالحلقة الصعوبة التعلمية اللي بتتعلق بعسر الحساب مثل بقية الصعوبات هي صعوبة عن جد بس نحن بنقدر نتخطاها إذا كان في عنا توجيه إذا كان في عنا المساعدة المناسبة وإذا كان في عنا وعي وإدراك لهالمشكلة لنقدر نحلها بالنهاية النجاح هو هدفنا ونحن بنتمنى النجاح لكل التلاميذ ولكل الأولاد مش بس بالمدرسة بحياتهم كمان انا بودعكم وخلصت حلقتنا لليوم بعطيكم موعد الاسبوع المقبل بحلقه جديده موضوع جديد واجوبه جديده كونوا معنا وما تنسوا تتابعونا عبر مواقعنا على التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام كونوا معنا بالحلقه الجايه والى اللقاء